ما يحدث للآخرين لن يحدث معي. الأخوة والأخوات، الأهالي الكرام في مجتمعنا، كونوا على ثقة أن نفس الهاجس ونفس الوهم كان أيضا لدى من أصيبوا في هذا الفيروس. لهذا وحتى لا نتحول إلى قتلة دون عمد أو قصد، نتجول في أحياء وأزقة المدينة، ومن أجل أنفسنا، أبنائنا، بلدنا ومجتمعنا، يجب التقيد بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة وكل الجهات الرسمية. نعم، ابتعدوا عن بعض، ولكن خلوا قلوبكم على بعض. ولسنا بحاجة لجائحة ما لنتذكر بأن النظافة الصحية هي مركب أساس في حياتنا منذ الفطرة. لهذا يجب التزود بجميع وسائل الوقاية بما فيها القفازات، المصبعنيات، وأيضا الكمامات الواقية. نعم، الكمامات الواقية. ونعم، رمضان هذا العام غير، نتقيد فيه بكل التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية ووزارة الصحة، لئلا نعرض أنفسنا للمساءلة القانونية.